المترشح الأستاذ الإخوة رؤساء مجالس أو مجلس الشورى. إخواني أخواتي، إذا ما انتخب الشعب الجزائري علينا فإننا سنباشر إصلاحات اقتصادية بتجسيد نموذج اقتصادي اجتماعي حر تكافل تضامني يحقق العدالة الاجتماعية ويحقق مبدأ تكافؤ الفرص ويحقق تداول الأموال بين الجزائريين والجزائريات ويعمل على تحقيق الحرية الاقتصادية، حرية الاستثمار وحرية التجارة وحرية الملكية وكل الحريات التي تشجع المستثمرين وتشجع الصناعيين وتشجع الفلاحين وتعمل على جعل الثروة متداولة بين الجزائريين وتساعد على أن تصل الثروة إلى كل الجزائريين والجزائريات. سنشجع إصلاح المنظومة الضريبية والمنظومة البنكية بما يجعل هذه المنظومة منسجمة مع توجهاتنا، منسجمة مع قيمنا، تعمل وفق الصيغ الإسلامية، وأن نجعل من صيغ التمويل الإسلامي في بنوكنا نظاما بنكيا لا شبابيك بنكية، وأن نجعل من صندوق الزكاة بنكا للزكاة يساعدنا في تمويل مشاريع الشباب ويساعدنا في تمويل مختلف الفئات الاجتماعية الهشة، ونعمل من خلاله على تمكين أو على تدعيم مختلف المنح الاجتماعية الموجودة التي سنعمل على ترقيتها ونعمل على ترشيدها ونعمل أن تكون هذه المنح منحاً مساعدة على العيش الكريم. إخواني أخواتي، لا شك أنه إذا ما انتخب علينا الشعب الجزائري سنعمل على إعمار صحرائنا وعلى الاهتمام بمناطقنا الحدودية وعلى جعل هذه المناطق تنعم بتنمية تساهم في الاستقرار وتساهم في تثبيت السكان وتعمل على تكافؤ الفرص التنمية بين مواطنينا في ربوع الجزائر، وأن لا تكون هناك فوارق تنموية بين الجنوب والشمال، بين الشرق والغرب، بين ولاياتنا، بل نسعى إلى إعمار صحرائنا لأن بها مقدوراتنا، بها اقتصادنا، بها أمننا القومي،